باللونجو طلعي صورتها طلعي كده طلعي خرجنا منكوبين مطرودين من قرية الطينة طردنا الحوثي الرصاص فوق روسنا قعد يومين فراب علينا وهربنا خامنا بنفوسنا بين الألغام وخرجنا معانا لا كثير ولا قليل وحقنا وكانوا باقي بيوتنا مل غداء وطعام كبيناهم وهربنا وصحي معانا سيارة واقفة مع الطلع ودباب والأشياء كلها كبيناها وخرجنا بثيابنا. ماشي أنا يعني خاملنا بنفوسنا خاطري كذي أنا من الخوف اللي يعني صار علينا. مشينا بين الغام وبين تعب وبين يعني يمشي الواحد يعني ما حصلناش حتى المويه نشرب في حلوقنا عاد والبهايم حقنا كانت بعضها ذهبا ضاعا علينا خل نسمع ضمان فصلوا